شريف شعبان كان بيتكلم عن النني هو والكابتن هشام يكن. خليني بس انا من النوع اللي دايما يعني برسي قواعد في الاعلام الرياضي، الوجوه العفنه ترحمنا بقى حتى في الاعلام الرياضي زي ما بيقول الكابتن هشام. والله من اهم الاصلاح انك انت تغير الاعلام الرياضي والوجوه اللي شغاله في 700,000 مكان بتوازنات والله. فالمهم صديقنا المحترم اسلام فؤاد انفرد دون سواه بان النني في الامارات. يا جماعه لما في زميل يعمل انفراد وانفراد منور واضح ما حدش يسرقه منه. امبارح واول امبارح كله سبق كما اكدنا. اكدت مين؟ هو انا متابع جيد. بص الراجل بدا قال لك في 6 في 28/6 انفرد بتوقيع النني للجزيره الاماراتي، وكتب ده في جريده الفجر واكدوا بالمصادر خاصه به. وقال اللاعب وقع عقود الانضمام بعد مباراة أوزبكستان وتخطيه للاختبارات الطبية داخل باريس، وده كان انفراد مهم عملوا له الاختبار الطبي في باريس. التقديم الرسمي تم عبر السوشيال ميديا أمس الثلاثاء 30 بعد يومين من نشره للخبر وانفراده به. والد اللاعب كمان عمنا نصر النني طلع اكد انفراد اسلام قبل ما حد يتكلم فيه. صديقنا العزيز اسلام فؤاد، مساء الفل يا اسلام. مساء الفل استاذ عبد الناصر، ومساء الفل على كل متابعينك ونجومك الكرام اللي مترافقين للفيديو. انا بحييك على الانفراد، وسيظل هذا البرنامج يعطي الناس حقها لان هذا يعطينا قيمه ولا ينقص منا شيء. طبعا بوابه الشمس وملعب الشمس تحت كلام حضرتك، طبعا بوابه لكل الاعلاميين الكبار والصحفيين، وبنتشرف جدا بحضرتك. بحييك على الانفراد ده يا اسلام. الله يخليك يا استاذ عبد الناصر، تلاميذ حضرتك يا فندم. قول لي بقى كواليسه ايه واشتغلت عليه ازاي؟ طبعا هي في مصادر خاصه اكدت لنا توقيع محمد النني لمده موسمين لنادي الجزيره الاماراتي، طبعا بعد مباراه اوزبكستان اللي انتهت بفوز الفراعنه بهدف نظيف، وده بعد اجتياز الكشف الطبي في باريس ووقع اللاعب عقود الانضمام. والاعلان الرسمي هيبقى بعد الاولمبياد، بس طبعا نادي الجزيره الاماراتي فاجئنا طبعا في ماتش اسبانيا واعلن عبر صفحاته في السوشيال ميديا انضمام اللاعب رسمي، وكانت مفاجاه كبيره لكل الناس طبعا بعد ما كله قال ان النني قريب جدا من الاهلي وان هو الجزيره مفيش طبعا الكلام دوت، وكل وبعض الاعلاميين وبعض الصحفيين قالوا ان النني قريب جدا من الاهلي. هو كان الاهلاويه بيحلموا بدايه. لا ده والده الحاج نصر النني هو اللي صرح، كابتن نصر والده عمل راس الناس رئيس صغير. قال لك حلمه نادي الاهلي. قال حلمه انه يختم حياته في النادي الاهلي. هو النني بدايته كانت اصلا من ناشئين الاهلي طبعا، كده راح المقاولين ومنه البازل ومنه الشركتات ورحله كبيره طبعا للنني. شريف شعبان متعمق في اخبار الاهلي وكان شغال في القناه بتاعت النادي الاهلي، كان في مفاوضات فعليه لعبد الشريف حبيبي ربنا يكرمك. كان في مفاوضات فعليه. بص يا كابتن ناصر، النادي الاهلي بيشتغل بفكر مختلف شويه. اي لعيب بيتعرض على النادي الاهلي الكابتن محمود الخطيب بيعرضه على لجنه التخطيط وفي لجنه السكاوتنج وبعد كده للمدير الفني، وبيتاخد تقرير من كل واحد. المدير الفني بيكتب تقرير، السكاوتنج تقرير، التخطيط تقرير، وراي الكابتن محمود الخطيب في الاخر. فلازم النني عشان يختم اختياره طبعا لعيب كبير واضافه لاي حد، بس لازم يبقى في اجماع عليه من المدير الفني ومن السكاوتنج ومن لجنه التخطيط ومن الكابتن الخطيب. النني اتعرض، ولكن اتقال ايه في الكواليس ما في علم الغيب يعني. في ده اللي عطل الموضوع. يعني ما برضو المدير الفني برضو ما هو مودست جه وكان سنه كبير، والراجل قال لك لا ولاعب سنه كبير، فالاهلي رايح الفتره الجايه مش لعيبه كبار في السن، رايح لعيبه صغيره في السن، كولر بيعمل اعمار سنيه صغيره، كل التعاقدات اعمار سنيه صغيره للمستقبل، فمش هيجيب لاعب سنه كبير. طبعا كان عندنا معلومات ان كان في مفاوضات جاده من النادي الاهلي مع كابتن محمد النني، بس المفاوضات انتهت بالفشل، وهو دلوقتي لاعب في نادي الجزيره الاماراتي. يعني الكلام ده حقيقي فعلا. هو اسلام قال حاجه، اسلام قال حاجه، قالت حاجه مهمه جدا، ما اعرفش بقى يعني اقولها ولا بلاش. قول. اسلام قال اني اتعمل الاختبار الطبي لنادي الجزيره في باريس. دي غريبه برضه. فازاي لعيب يخرج من منتخب ويروح يعمل الاختبارات الطبيه
فلو يعني دي علامة استفهام كبيرة يتحملها اتحاد الكرة المصري. ممكن يكون ايه مصادر اكدت لنا ان هو كابتن محمد النني اجرى الاختبارات في باريس عقب ماتش وده وضع طبيعي. خلي بالك في نفس الوضع الناس هاجمت عليه الاهلي زمان ابو جبل ابو جبل قال لك ومضى وعمل ابو جبل والاهلي شكك البعثة. احنا برضه وسط النجاح بنهمس في اذن الناس في المنتخب الاولمبي اعلان الجزيرة انه النني عمل الاختبارات الطبية في باريس ما كان يجب ان يكون. اشكرك يا اسلام ومليون مبروك يا حبيبي وربنا يوفقك دايما. شكرا جزيلا.